أنا يحزنني كل وضوح أن هناك طلاب علم على عقيدة وعلى منهج سوي يشتغلون بمشاكل في بلاد المسلمين وليس لهم هم في دعوة غير المسلمين. وهذه لها صور، يشتغلون بمشاكل في بلاد المسلمين، خذ السياسية، خذ الدعوية، خذ ما شئت، وليس لهم عناية بدعوة غير المسلمين ولا حتى بدعوة أهله. هذا غفل عن المسلم، ويحقق هذا في الحقيقة أن يكون سلفيا. السلفي المتمسك حقا وصدقا بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه في عقيدته، في دعوته، في حمايتهم لدينه، في أخلاقه، سينجح في دعوته.